بارك الله فيك. حياكم الله أبو مريم. شيخ الصوفي كلمك كل سوى جيدين الله هو أنفع كليا وانا تاريض رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه قيتي سيرة دهيد مرك إن شاء الله تعالى هذا روحان مكرفان بكورة جنايا شخص شرماك عبي بكورة يا سلامة وإن شاء الله تعالى كهذه الدورة وصلت النبي عليه الصلاة والسلام حق خلقه حق قلوب الوضوة إن شاء الله تعالى شخص شرماك بارك الله فيك وليك الله شكرا. صلي على ابو طوفان شيخ صلي على ابو طوفان صلي على حبيبي محمد وعلى ال ال محمد على ال ال كرما جماله نظرا ربي صل على الحبيب محمد وعلى آل محمد أنا نورا في الأرض ليس له دير سوى الأنشاد رضيا ربي صل على الحبيب محمد وعلى آل محمد فالقال كل ديك أنه سلطا ربي صل على الحبيب محمد وعلى الآل إنك أحسن ناس صوتا وبعيد المدار والفراء ربي صل على الحبيب محمد في طريقنا لجميع أريده الأرجال ربي صل على الحبيب محمد وعلى آل محمد يا كلام يا ما قولي ليس سردا وليس فيه هراء ربي صل على الحبيب وصحبه رحماء ربي صل على الحبيب محمد وعلى آل محمد ربي صل على سلام وصلين البارد على النبي كرماء ربي صل على الحبيب محمد وعلى آل محمد صلاة كل يوم في صبحة والمساء ربي صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء وعلى الآل من هم الكرماء وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديهم إلى يوم الدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلهي مهدي يومين رسول مدعاوي معلمها أن نوسى سعطي بشي قروح لبضني مولود كان النبي عليه الصلاة والسلام حلي حبيب فورة شيء سلوات ربي وسلامك عليه فرحاد يرين غيبا ينوطهي شيء مضان إنه كل غي يسوهم بليينه ويانا فرحاد سينوطه غيب قادنه ما دام إلهي بشا ونود ليين نبي إلهي نوغم من نشيك تيسو ساريتان كيسو صلى الله عليه وسلم
وإلهي يقول لقد من الله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولا إلهي وحوك الله ديستي وانا أسمي ديق يقول لي يا أبال إنتبه مؤمنين تا مركو بحضة كسو صار الرسول إياك كمدة مركو نعمة ربانية مركو لقاها اللي يمال ماه إلهي حق النبي عليه الصلاة والسلام استقى وحا أفضل بضن مركو إلهي لكل مي وبعيني رأسي إلهي كوأكي سبحانه وتعالى لكن أنك مركو لقاها اللي حق إياك وحا أفضل بضن مال ماه مالك النبي محمد والشيء صلى الله عليه وسلم وأن حديث إلهي وبديس أسو صاري مرك إن إلهي نوافجين عن سكوني ما نروح إلى النعمة أه مضن إن إلهي وشكر نغنى دي لهي لهي وقام سكوا يرى نقع إليني سكسوا الرواد بارك الله فيكم على قصص رحمة وديكم حسنا يا ورك سوف أقع فرد السلطر مرك إن شاء الله تعالى وقتك آدو كوبا من شيخين المقدم بإياه وكفر قرين دون غيبتا إنجليش كهدي لهي لهي وحان تعالها إنا وقتك يكسوا ورؤيانا وقتك نوع إلى لنا ينونا حكمين إياه نبينا عليه الصلاة والسلام أصابتي سي خلقك أهيد يتي سي خلقك أهيد تلمامي يحرمك عليه الصلاة والسلام حق أبو ستيسو سيدا يهيد إنا إنو حسكات المعنى يضد أن الكوب الكريم سيدا وكلا قهادي سي إيضا بعد يقرح ربضمين إيو ندولها عليه الصلاة والسلام أيضا إنا إنو حسكاتها ونو أيضا أم إلى لندون وقتك هدي لها إذا إن شاء الله تعالى وحنقور مريا نبي أصابتي سي عليه الصلاة والسلام شيخ أحمد صوفي إلهي خير أسلي ونصو كفر قريي تاريخ دي هوري إلى لغسو قارن النبي جنة الرشدي عليه الصلاة والسلام إلى لغسو قارن لحسن إلى سيدات سنة مركي أبوغي أوليتين إيا مركي أبي ظالم أولو ويغي مركي سوى رحيس وقتك نوى إلى لنا يوجيري فالمجال كان رقائي قدم بيان سيو أنا ونسيو كان نوى إلى لنا دونا إن شاء الله دي الهي راهي إلهي الشيخ أنا خير الله تجزي أنك الله نوافق وحانس بن مالك لقوري رضي الله عنه وارضاه وقال وفير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحا حبيبك إلهي وهابي لسلوات ربه السلام عليه ربعة من القوم مرك القوم كان لقاها الله يوم شخص الدرر كيسو أود إحدى حاجه هاي بوها النبي عليه الصلاة والسلام أن ديرين إسلام مرك أصلا قابنين لكن حقا حق الدرر كان النبي عليه الصلاة والسلام ربعة بقوف السيرة يا يوهيري ليس بالطويل ولا بالقصير من دير نبي ماهن عليه الصلاة والسلام أو درر كيسو حتى في هاي سيدو كان من قابنين لقوك الماموسة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويروها أزهر اللون من مدبكيسو إفا يبوها قال عدي لكم رانتين هذا يضع نوتي ما ميسي عدي دبوا منام كو أركتين هذا وإن يتلمان تسكو أركان وإلا هذا يتلمان تسكو أركي ويروح اللي إلى هذا هو يضع نبي هو حق لكن أركتين كبد لنسي فيه النبي قولها صفاء نهين أكو أركتين وحوي وقفك أركي الرائقة نقصان كتشفت عمل كيسي عبادة سي إيمان كيسي اللي إلى هذا وإلا النبي هذه الأركان يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد رآني مرك هذا كو أركت الصفات كان فقد رأيته حقا سكت وانا ضاد أركتنا عمل كأجدير يقول له سي النبي الصفات يقول هاي وكنت هدو أركت عليه الصلاة والسلام مرك أقول له هذا أزهر اللون مد مد كيس إفيو ليس بأبيض أم هقاء مد مد كيس عدي هاي أو ولا عدان تزويتها مد بحشة بحشة حوي وعدان سافئة أو أن وحدة هي أن لا أركت ما وصلنا هاي النبي عليه الصلاة والسلام سيدوك ولا آدم من نبينا عليه الصلاة والسلام جدودان ودمع جدودان سيد آدم وضقوفك إنه هلب عس أو يهان أو كلينا نبي مباهن عليه الصلاة والسلام ميدب عدانا أو بحشة أو وحدة ها أن لا أرقنا معهين سيدوك جدودنا نبي موسى عليه الصلاة والسلام نقولها بياض مشرب بحمرة ميدب عد أو عسان لدنسيين أما عسان لكبيين ونبيها عليه الصلاة والسلام ليس بجعد قديد نبي موسى هاي متين تيسو أي أركت هاي أو بين الجعودة أكان تيدون أي موخته موسى هاي نبي عليه الصلاة والسلام ولا سبط رجل متين هيسو تلعسيهن أي دولة يانا نبي موسى عليه الصلاة والسلام تنحب دوينة أو قروح بضن بي أهي نبي عليه الصلاة والسلام وايهي ولو يلي أنزل عليه نبي وحي قال موسى ديجي عليه الصلاة والسلام وهو ابن أربعين استوى أفرتن شر إن كيا نبي استوى أفرتن شر أي وحي وقصد جاي رسول الله عليه وسلم مركز صوفا لبيت بمكة عشر سنين وحكمنا جا مجال هذا مكة طبعا سنة وطبعا كي قصد دكتي مركز قصد دكتي كذب يا أيها المدثركم فأنذر بالله قال الله وحان قدرين صدق دي سنة هاي دعوة إسرائيل هذا هيدا مقدرين وإلا مكة وحان قصد عليه الصلاة والسلام صدق هي طبعا سنة مركز الحديث كان عرقت طبعا سنة وحال جاء شري صدق دي سنة أي دعوة هوس سبعتين ويقول لي فلبيث بمكة عشر سنين كاسو ينزل عليه وحي قالوا بسوا دجنة
وبالمدينتنا وحكسنا 10 سنين 8 سنين وقبض عليه والله أفسد نبينا عليه الصلاة والسلام وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء أيضا أي نبينا عليه الصلاة والسلام قد كيسة يدميه سبع لما ترعي رأيه سكسكنا صلى الله عليه وسلم لما ترعي رأيه سبع الله أي نبينا الأفسد صلى الله عليه وسلم معناها وحال أركيسة ديدتك نقال استرس وكفرية هيا يقول لما تنشر أهل مدح بحشك النقنية ما تشرين ذي أحد إلهي كاملي صلى الله عليه وسلم ووحي وكبرك يا أمدي سأيت هاي أمبوءها النبي عليه الصلاة والسلام سيدوك حديثك مسلم البخاري بصورة الصارية وعن البراء بن عازب قال وحير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه وحن النبي عليه الصلاة والسلام وحير نبي هو شخصي لحد ما كانت تماما يدير الكيسة وكراها أبو يربعيدا ما بين المنكبين مثل بدي يستقرب أي كالفوق يجين ما حيكا لقانتها بمعنى عريض السطري مثل أبتيس واسع تهي أيوة قف كان هدي لأبتيس واسع تهي حكمة هي أغلق أو حنباري أي وين مثل بك الأبتيس واسع تهي أي بلاران تهي ما هدي لبدي قرب كالفوق يجين لأبتيس معنى واسع واه والله عظيم الجمة مثل أبتيس تنتو أي وين تهي بوها ويوليو سو قاريسو إلى شحمة أدنيه لبدي ساس دقود ماشى هيلب ككل يهين آيات تيس سو جاريس النبي جن عليه الصلاة والسلام تقول له هواين برها أو سائر الروس الحيوان الشحيو إلى بك تيس سو جاريس النبي برها عليه الصلاة والسلام ما يقول لي من مرك هلب تيس هلب تحوى تنت وين إلا الرضا لي هذا أو سو جاريس لك تحتاجها حير تلا هل كانت حير تقول هذا هاي أي سو جاري النبي جن عليه الصلاة والسلام عليه واحد قصدنا أبو يروى النبي قبي عليه الصلاة والسلام استجاب ذلك حناية حلة اسكتشوك حمراء جدودا ما رأيت شيئا قد أحسن منه بيه نبي يقول قبيل اسكتشوك عليه الصلاة والسلام جدودا وأن أرد بيه روح وقق الحنية اسكتشوك نبي عليه الصلاة والسلام أي نبي قبيل عليه الصلاة والسلام وحكرا لغوري إنه يريه سوى نبي قتل مامي عليه الصلاة والسلام إسلام مركة أسنع ومدي لتشوكتين نبي قبر بحبيقة إياه وحويل السحابي قاسو كان رسول الله وحوى رسولك الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهه مركة تدك لقاها الله إيوه كان أقو وجهك قرحن أقو هيبت دبضن أقو سوچي إذا شد بضن ما نبقوها بيور عليه الصلاة والسلام سيدوك لو يقولوا هابو يروا أحسنهم خلقا بوها حق بوهاد يا طبيعة يا ما يرح معانك إيرا وحوها حق معانك يا دنسك حق اللي بعدنا كان أقو نكسبوها ليس بالطويل البائن در الحد جدو بنبقوا ماهن عليه الصلاة والسلام ولا بالقصير مد نبقوا قابلنا ماهن بير عليه الصلاة والسلام وحكروا له ودي إسلا الصحابي قالوا لي أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصيف نبي وجه يسو ما مثل ورا سيدة سيفت وكال أهوها قال الله بي مال ما هي بل مثل القمر سيدة ديح وكال أفرية تبنات كأه إيه وريكسن وإسو ميزان بوها بي نبقوا عليه الصلاة والسلام صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم ولكن ما أنت ما ينقول شيء رأي وحكروا لقى وريم يرينك الصحابة قال لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال وحيري لم يكن
la fadhiya marku rag la fariistay dadka kuwa la fadhiyo dhan isaga ka xulfan jirnaa nabi kaleey salaatu wasalaam salaatu wasalaam rasuulullaah rasuul kaleey salaalahu alayhi wasalaam hadii aad musaafaxeeyo oo gacan qaado inta la ad waxa ka bulsan jiday dul musaafaxeeyo qofka musaafaxeeyaya oo gacan qaadaya gacantisa waxa ka bulsan jiray bilyaaxati zakiya udug aad yaa u dhahiran oo ka haya kaannaha waxaad moodaa buu yiri cabdigu udug qofku weerki udugu ka buuxay inuu gacanta la galay baad moodaysaa marka nabiga salaatu alayhi wasalaatu wasalaam wuxuu yiri anas bin malik kunna waxaanu ahayn buu yiri nacarifu kuwii garta rasuulullaahi sallallahu alayhi wasalaam waanu galan jiray buu yiri idaa aqbala haduu soo qaabilo waxaan ku galan jiray buu yiri bidiibi raaxixati carafta ka sugaysa ku galan jiray buu yiri maxaa yeelay faqad kaanat raaxixatuhu udugiisu wuxuu ahaa tasbiquhu mid ka hormata ilaa ayi makaani meel kastaba markuu nabigu soo socdo calayhi salaatu wasalaam udugkaa ka soo hormari jiray buyi sala allahu alayhi wasalam walidaalik anas bin malik wuxuu yidhi maa shamimtu cambaran walaa miskan buu yidhi walaa shay-an adyaba min riixi rasuuli illahi sal lah arrintaasi ka rumamaysaa weligay cambar ma udugsa buu yidhi cambar waa shay aad udgan waayo walaa miskan barafuunka miskiga la yidhaahdana maana udugsan buu yidhi waa shay la udugsado oo la carabsado kan ugu carfoon weeyaan walaa shay-an iyo shay kale midnaba shay kaloo carfoona maana udugsan buu yidhi adyaba ka udgoon buu yidhi min riixi rasuuli illaahi sal allahu alayhi wasalam nabi maxamed udugiisa wax ka udgoon weligay ma arag buri sal allahu alayhi wasalam nabiga marka noocaasoo saa ugu udgeeyey bal ka warrama ninkii qashin ku tilmaamay ee maanta wadaadkana sheeganayo la nabiga tintiisu waxay xambaartay qashin bay xambaartay ninka yidhi ka warrama yaa qashin xambaara qofaan udgoonayn qof dhididahaya qofaan nadaafad lahayn saxaabigii jaliilka ahaana muxuu yidhi waliba xadiidkaanu saxiixeynka weeyaan wuxuu yidhi maa shamimtu cambaran cambar maana urin buu yidhi walaa miskan barafuunka miskiga la yar haddana ma urin buu yidhi walaa shay-an shay kale udgoonna ma aanan udugsan buu yidhi oo maanan carafsan adyaba ka udgoon ama ka udgoon badan min riixi rasuulillahi rasuulka ilahi nabiisa sal allahu alayhi wasalam kiibuu tilmaamaya marka muxuu kaloo yidhi walaa masistu diibaajan walaa xariiran alyana masan min rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam sidoo kale xariirta nooceeda kala duwan tan adag iyo tan jilicsanna ma taaban buu yidhi oo nabiga gacantiisa ka jilicsan macnaha mucumay ahayd nabiga gacantiisu calayhi salatu wasalam oo raxmad baa ka muuqatay salawaatu rabbi wasalaamu calayh saasuu leeyahy waaye muxuu ahaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam aragtida uu cirka eegayo iyo aragtida uu dhulka eegayo waxaa badnaa aragtida uu dhulka eegayo qofkii la kulmo nabigu isagaa salaami jiray kama sugi jirin in la salaamo oo shaksi mutawaadic ah oo hambala buu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mutawaasil alxusni mid murugtiisu ay had iyo jeer joogta tahay ee murugoonaya mid aad u fakarayuu ahaa mid udgoon buu ahaa wax aan dan ahayna nabigu kama hadli jirin calayhi salaatu wasalaam waay nabigu u murugoonaya marka sal allahu alayh wasalam maxay tahay murugtiisu wuxuu ka murgayaa nabigu waxay ahayd baa la yidhi dadka aan qalbigoodu weelayn islaamka iyo nuurkii risaalada lala soo diray dadka aysan quluntooda gelin ayaa nabigu u murgayay calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu jeclaa maalin un inay islaamaan si ay u badbaadaan arrintaasna waa arrin keenaysa in khalqiga oo dhan liibaano ayaa nabigu raadinaya calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuusan ka daali jirin inuu hadba wax ta'amulayo oo wax firfirinayo nabigu ma lahayn hal caada ah oo joogto ah taasoo ka qaali noqota ee caadooyin fara badan oo midba midda kale ka macaan tahay buuha nabigu calayhi salaatu wasalaam marka nabigu ummadda la hadlayo kelimadiisu hal qofana waxuma dhigi jirin bal u fiirsanaada arrintaa waa arrin aan ka doonaya inaynu ku sifowno marka nabigu hadlayo kelimadiisu cidna wax uma dhigi jirin oo ma dhibaatayn jirin qofna ma aysan fogeyn jirin haddii wax nicmo loo galo wax kastoo loo gala haba yaraadeene nabigu way la weynaayeen waa sida lagaa doonaya haddii qof wax kuu galo haba yaraatee inay kula weynaato aadadii ruuxa muxay muxuu igala soo daro sidoo kale wax uu nabigu dhadhamiyey calayhi salaatu wasalaam wax kama sheegi jirin oo shaygana waa saas ma dhihi jirin sidoo kale ammaan xadgudubana ma uusan ammaani jirin shayga macaankiisa si markaa uusan u dhibaatayn ummaddii kaloo wax siisay waayo dacaam kala duwan baa loo keenaya hadduu marka mid ammaantiisa ku dheeraado kii kala culays iyo breshar dareemaya marka shay dhexdhexaadaa nabigu ku socon jira calayhi salaatu wasalaam haddii xabiibku hadlaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa kii hadalka caddeeya ilaa cid kastaba ay fahantay hadalkiisa mid macnaha afkiisu gaaban yahay oo aan la fahmi karin xabiibka ilahi maahay buri sala allahu calayhi wasalam waayahay wuxuu yidhi seebu ahaa markuu gurigiisa soo gelaya nabigu calayhi salaatu wasalam markuu guryaha kala gelayo wuxuu yidhi waxaa la weydiiyey cali bin abi daalib kayfa kaana dukhulu rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam ilaa ayi makaan markuu guriga meel kasta gelayo oo meel imanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam seebo u soo gelitaankiisu ahaa buu yidhi faqaala caliyin wuxuu yidhi
كان دخوله لنفسه مأذنا له مركو نبي نفسه يسمي له قليه وهو أهامد الله فالصحر فسح قاته معنى هذا الوحي هاي انت أمقورك قليل أيها نبي فسح ويدين جرى وحدي جرى ما سوق لكرا ديار مؤتهين إنا دي لكو لنتان هل كان نبي قهل يا قابك إن نبي قيمين جرى عليه الصلاة والسلام وقت جيسا وانا سيدنا الكدوني وقت جيسا إنا قيمينه أما أسق لتكرينه مركو نبي قول يسال عليه الصلاة والسلام صدح شيء وقت جيسا قيمين جرى صدح قيم نمبر ون جزء لله تعالى يتعبد فيه قيم إلهي مسينا النبي عليه الصلاة والسلام أو كل عبده وجزء من لأهله جزء يا قيمنا وحوسينا يا أهل كيسا سيو أهل كأيو فاملك وقت وصي النبي عليه الصلاة والسلام قيم تسد حالنا وحوسينا يدك أصحابته يا دك أهل كأ أي نبي وصينا عليه الصلاة والسلام أو هناك من شري أصحاب كيسا يا النبي قوله ومرك عليه الصلاة والسلام يا يسقده وياه مهبل بالله يا ماي خياره دك كذا أخ خيارس أو هو نكسب أي النبي قوله وعليه الصلاة والسلام وعلى قدر أفضليتهم في دين الله يا سيدة يكوكرا فضل بريه الله الدين تيسا أو أي إله يكوكرا نويهين أي النبي يكوكرا سكما سنكري صلى الله عليه وسلم كنا إن هذا يركيا كنا نقرانيا كنا وحاصل الإحمر أي ميسا نحين سيدة أي إله يكوكرا نويهين يا سيدة يكوكرا قياسيهين أي النبي كان مجلس كيسا لوكوكرا دوا صلى الله عليه وسلم ذاتك باهاني مركب إمادة سيبقى بالجري مادام إنسان كامل أها قلب يسو يقاسو للجري ما نبسنه وأنا سيدة للدوري هدي قف بها لكو إيمان واتش قبط طوين اسمه بدلين عنا اسمه أهين قلب يسور من إياه قالها ماكي ضب بها لكو إيمان عقل يسور إياه قول لكي ريبيه أياه قول مشغول كو مشغولي والعكوز مشغولي وحا حال كودة الدون يحال كودة آخر وكوها قاية كرارة وكو كده 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 شيء وكو مشغول نبو عليه الصلاة والسلام وحنا نقول له يجري عليه الصلاة والسلام يسوي صها هذا أنقول لا ترد على موجودي من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير عانه الله على إجازة السراد يوم القيامة قف كي قف ولا كيس قاسية دم أولاي هاي قاسية قف بقرة أما قف مدحوينة أما قف مدحة أو قف كاس كو أدكاء ورق المه أي أسهل ودادي أسهل إنستركشن كي ماشي أمر لها بوشاي وفي السبب أنه قد قف كان قف مفرادين يئين ورق المه سي قف كاس وحي لقرر قف كان باهاني وهرب أما أنت كل سيد غوف ضيئ قفك أرك نوع عاس السماية إلهي بلوكا ميا مالك قيامها وضرة جدك سراد إلهه إيه غلوع بدر إيه نبت بدر إنه كم قد بب مركة إيه لجارو أو سنارك العمار هكا محاكا قرر إيسا مركة هذا قف وش كل هذا هاي أما وانا كل هذا هاي أو قف كورا هرولارو هيبا بربانا وانا رو كل دوائي إيه فضو ذي إلا قف ضيسو سي إلهي مالك قيامها جدك سراد أدقى نبو فضو ذي مركة نبو حتى أصدر ويكرا دربار ميا أصحابتي سي يدك يولار إن أي سوق الميان قفك حاجة كل صلاة تهتاد لهذا قوك ذكرين أو قف قوك ذكرها يوجده إلى قفك أدوى قوها قاعدة سوا وقف الضيصة نقول هو عليه الصلاة والسلام من هذا الكيس يبيه إلا وحف سيء مهمة إن هو هذا الميان ذاتك لكل ما قلوبته هذا نقول السوق يجري عليه الصلاة والسلام ويسوك يجري نقول عليه الصلاة والسلام هذا قفك قلبك يسد دنقه أو قفك قلبك يسد اللاعية نقول هو رجل عليه الصلاة والسلام ولو كلام يجري قرب كستاب قف كم مرح لوه أو أضيق أوه أو بقر كوا النبي وكرمين عليه الصلاة والسلام ذكر مرح نبوس إهانة سنك وهاي مركة أضيق غماية إهانة سنتو يوم مد قف كوا ينقطع ذا إهانة سنتو مجتمع عاصر لما تروح تقولي مرك النبي حقر كيس شخص لما يصير إنه صلى الله عليه وسلم إسلام مرك أسمع إسلام أيام كيج على أيام مرح وكان يجي النبي عليه الصلاة والسلام قف كلا دش وما كيني النبي أصحابي سوى تفجري هذو هل هل الوايو ورميه بالبانة يقول لك عليه الصلاة والسلام يا وهو يدين شري قفك كم مقال وهو يدين شري ذاتك محاحا احلى ضيالة ايا نبو ذاتك ويدين شري عليه الصلاة والسلام شايقة وناك سن وناك هوارك شري شايقة حن ندو وتوسين شري عليه الصلاة والسلام وهو احالة بسم الله الحالة هاي نبو عليه الصلاة والسلام شايقة لك ومارمانا ما نهرناني شري شايقة حقا اكبر فقان شري نبي عليه الصلاة والسلام مركي استقر له يماده أو مجلس كيسل يماده قفنا قفك موسى الفضيل الشرين أو موسى دي الشرين أبنى إيسر دهو أبنى يقفه ونبي موسى دي الشرين عليه الصلاة والسلام وحضرك أمر الشرين إلا يسود مريو إلا يسعود دايستو أو غارب غارب كلا إكالمون وغضاب نبي أمر الشرين عليه الصلاة والسلام كموسى هذي الشرين وحكم مدى فائدة وأمويا النبي قال وحكرة
كمادي كن عليه الصلاة والسلام هذا الكيس ومدو يسكيني كن النبي جل عليه الصلاة والسلام ومدو عقل جوده كل مين كن يبرك الله عليه الصلاة والسلام وحوج على قلوبته إلى يوم يسرته كالعين وأنا وحكرا هي إسماعيل مدو يسبح إمام النبي جل عليه الصلاة والسلام صلوا على حبيب صلى الله عليه وسلم أصحاب تيسو الحبري كري نفتي عقلها قفك من آذنك وكل ميزان كري بميزان الاحترام احترام ميزانك قفك صد احترام كفر ما نبي سنجر عليه الصلاة والسلام وحونا قلنا معا من أن يدس له أحد قولا على أحد كلمة دعوه في صدها هذه أريد أيضا وأنا أريد أن يفر بضل أمدك الكيسة أريد أن واحد إنسان معناها أركتي كونية في السي المعنى دكتوري كونية ونبوها عليه الصلاة والسلام كي كدكتون هذا من أن يدس له أحد قولا عن أحد قف قف وصل يسيا ورح من صحة هاي واسع وما دورنا بقى بقى أبو فرين مدبا أنت كوي ما دو كلية والله هبر ماركتا أفر إلا باتك الساعة دو مشغول سيء أدو كاشي كينيا ساسو كلها ندو أهلتنا عز وديري كلا عليه الصلاة والسلام وآي قفك ورح كوكي أنا يمحو سمين أذيكرا دو كا قال سما هذا أركت بركة الأخيار السودع أما ذات هو نكسر السودع أما علماء السودع هذا وحورك وكلا قضاء وامد مفسد وياه سيدا دراد النبي عليه الصلاة والسلام مرك هذا إنه قنشل قفتن وقف ورق وصور هرم ورك أصور حنا لا يحب ما وصلت عليه أهلا نميمة ذات ذات يسود النبي ومش عليه عليه الصلاة والسلام وورك وكلا قضاء سيدا وكلا ورقين ورقالة ساسال لها ساسال لها النبي ومش عليه عليه الصلاة والسلام ما أمر إني سأطين تلمامها سأين القادرنا إن ما أنت وحس كبع لها وحس نع لها وحس كرها يسرها إجرام قف با ما أطر بحكومة مشغول سيئة وبدين وكالدينه سو قف اللعينة ما هنعرض إلهي قلع لغف كاس كبروش إيقا ياسا سو الضغن معها أو إلا ينقنه كرت معها والقف كان ورقة كوكيني أو هبت أولارك أكو قدر إياهي مركو كاتب عديقنا إنتو قروا كاسا بينيه حتى هدو مركو هوني هاي وكا ساس حل براس عليه الصلاة والسلام والحمد لله مقابل شكرنا عليه الصلاة والسلام بحب كالعين وعطف حديث يطول يوبشر وجه فرفران شيخ ومسي هذه شر إلا وناج مريان نبي عليه الصلاة والسلام وهو هذا هو أحد برار سر هذه شيخ دون توتر أو غلاق أيضا واحد توتر يقال توتر يقال مو حالي هذا قفكو إنه سر حالها كلا سر الكريم أما ولو الحياي إنه سر حياة أي كل ما نسوا حد يجتمع أركتني سوي فراي نبي عليه الصلاة والسلام لكم مجتمع الحجرو إن هي سوي فراي ما وصل هين ده شخصي أنكم متى نحضر هذا وحي الله يصير الله هنا جيو هي شيء كسب ميزان كلا سينا هي شخصي أنكم برا رسل ما هين شخصي برا رسل أو قفكم مركو الله الله هي مركو صوت قابل الجرن كلا قفك وح كإيمانية هي قفك أزوح ورص وصعده هي قفك أزوح وقها هذا الكاس ميزان كسبه مت جرن يقها نبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه يزيد كل أمر بميزان العدل شيء كستوي لماذا وحكم ميزان يجري عدالة الميزان كير ولا يختلف مع أحد محبة في الخلاف قلوا في رسالة قفنا النبي عليه الصلاة والسلام خلاف يجري أو كما هو كمان يجري يسوي خلاف كتشعل وما تقوله تقدر واحد كتشعل خلافك حتى أضو شيء يكون توصل بقول له لما فعل كذا لما حرك كذا لما قال كذا ما أرجع يصير حوالين وسيسوي في رنيه نبي وقدرك وش علي هاي أو لشروا عليه الصلاة والسلام خلاف كذا من هذا كذي بس الله عليه وسلم اللهم صل وسلم يا ولا يختلف مع أحد المحبة في الخلاف لا يسمح بالنفاق المنافق لما النبي موقن عليه الصلاة والسلام غفيره أم منافق هذا يوم وهذا الكلام أقوى هي في الكيس الحية هاي نبي ما يجي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم يا سبحان الله نبي عليه الصلاة والسلام هل مكان أو بني ملهين أنت أسرارنا وبعنا كل جينا نفرارين هل ميل اسمه فريسين جرين النبي قال عليه الصلاة والسلام ومركز الله وانا يلا مده جرين بل إنما يجلس الفريسين جرين في المكان الذي ينتهي به وسط الناس ماشى أي دلكو أي فريستان ماشى كل ما أتوه وقول إحنا هل كان اسمه فريسين جرين ماشي بنان يوزع عنايته عناية ديسة إيا قصد كيسة إيا فيرا ديسة نبقوا قيبنا يبقوا الله الله يلك عليه الصلاة والسلام يبقوا قيبنا إيه على كل من يحضر مجلسه عدك استقوا مجلس كيسة شوكته نبي أركت ذو وسيرة عليه الصلاة والسلام. هم عليه المحيط. معناه ضد كوني أمرك والله يوم في رجل النبي عليه الصلاة والسلام. وماشي قال له هذا أي كنتكت. قف إنه أركت ذي سبرك والله يوم كله. مجتمع في جسود ضد كشعلوت هذا. يوحى أي شعله يقدر يمه. هذا الكلام إذا كسر بحلاوة كذا كأنه بسر يعني دواء مكوع على الصماع. معناه النبي عليه الصلاة والسلام ضد كله هذا يمه. هو ها. كي أركت ذي سدك.
Yeah.
ayaa